أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بجهود الوساطة التي قامت بها مصر للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة. ورحب رامافوزا بالاتفاق الذي سيمهد الطريق أمام الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، فضلا عن تقديم مساعدات الإغاثة إلى غزة، معربا عن أمله في أن يؤدي تحقيق هذه الهدنة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق نهاية تامة للصراع الحالي. The mayor of